بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أبو بكر الآن عليه مسؤوليات عظام. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا أبا بكر صريح أنت خليفة من بعدي، ما قالها كذا بالصراحة، لكن واضح أني أنا اللي كنت إمامهم، إذا غاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا اللي أصلي بهم. يعني في كثير من المعارك النبي عليه الصلاة والسلام يقدمني، في الهجرة اختارني. أبو بكر عنده أدلة كثيرة على المفروض أنا اللي أمسك الأمة الآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لي أنت المسؤول. طيب هل أنا الآن أقول لهم يا جماعة أنا خليفتكم؟ لا، ما يصلح، أنا أولي نفسي. طيب هم المفروض يولوني، طيب ما أحد تكلم. جعل أبو بكر يفكر ماذا نفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام على فراشه. دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقرر لهم أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي مات فيه في بيت عائشة، وأخبر أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموتون فيه. ثم جعل رضي الله تعالى عنه أمر تغسيله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل بيته، فأقبل علي رضي الله تعالى عنه وأقبل العباس ليغسلوه صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الأثناء الصحابة العقلاء جعلوا يفكرون كما يفكر أبو بكر. طيب يا جماعة، يعني حكماء الصحابة وكبارهم، طيب الآن من يصبح واليا علينا؟ خلاص الآن كل واحد يعبد الله لحاله، ونعيش كما عشنا في مكة أيام الجاهلية، هناك خمسة رؤوس ولا ستة رؤوس تقودنا. أبو جهل كان رأسا، وأبو لهب كان رأسا، أمية بن خلف كان رأسا، أبو سفيان كان رأسا، عتبة كان رأسا، وشيبة كان رأسا. هل نعود كما كنا في أيام جاهليتنا عندنا قرابة 20 أو 30 رئيسا، وكل قبيلة لوحدها، وخلاص من اليوم رايح الأنصار لوحدهم، الأوس لوحدهم، والخزرج لوحدهم، والمهاجرون لوحدهم، وبنو تيم لوحدهم، وبنو مخزوم لوحدهم، نتفرق؟ أم أنه لابد يكون هناك قائد؟ لابد أن يكون هناك قائد. فاجتمع مجموعة من الأنصار في سقيفة بني ساعدة، لا يصلح القوم فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لابد أن يكون هناك قائد. اجتمع مجموعة من الأنصار، وذلك في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، 12 ربيع الأول من عام 11 للهجرة هو اليوم الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا اليوم نفسه اجتمع الصحابة في سقيفة في مكان لبني ساعدة. جاء سعد بن عبادة والتف إليه أصحابه وجلسوا يفكرون، طيب ماذا نفعل؟ نحن أهل المدينة، نحن الأنصار أصلا، ونحن سكان المدينة أصلا. المهاجرون ما ندري، يمكن يرجعون إلى مكة إلى ديارهم الأصلية، ما ندري. فنحن الآن أهل البلد، أهل دولة الإسلام، لابد نبحث الأمر. أقبل رجل إلى أبي بكر، أبو بكر يرتب وضع الناس ويحاول يهدئهم، قال الحق الناس، أدرك الناس يا أبا بكر، الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لأجل أن ينتخبوا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مباشرة انطلق أبو بكر، معه عمر، معه أبو عبيدة، حتى جاءوا إلى هؤلاء الأنصار، وإذا الأنصار قد اجتمعوا فعلا ويتناقشون من يكون الرئيس على القوم، من يكون الخليفة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقبل فرأى أبو بكر رجلا مزملا بين ظهرانهم، رجلا رأى رجلا مغطى بلحافة وحاضر. قال من هذا؟ قالوا هذا سعد بن عبادة. قال ما له؟ قالوا يوعك مريض، لكن لأهمية الأمر، لأن السيد من ساداتنا جئنا به معنا، وهو مريض جئنا به يسمع على الأقل ماذا نقول، ولا من شدة المرض ما يستطيع يجلس، كان يعني مسجى. فجلسوا قليلا فتشهد خطيب الأنصار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بدأ يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أما بعد، يتكلم الآن بحضرة أبي بكر عمر، بحضرة أبي عبيدة، بحضرة الأنصار، قال أما بعد فإننا نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، يعني أنتم مجموعة، ونحن أصلا الذين أوى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ونصرنا، نحن لنا وضعنا في المدينة. قال وأنتم رهط وقد دفت دافة من قومكم، يعني جاء عدد قليل من قومكم جاءوا إلينا،
فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضنون من الأمر، يعني يخرجون ويصبحون هم الرؤساء. فسكت، يعني ما رأيكم الآن يا مهاجرين؟ فسكت، يعني من الرئيس؟ نحن ولا أنتم؟ نحن أهل المدينة ونحن أحق. عمر كان قد جهز كلاما يريد أن يتكلم به، يقول كنت قد زورت في نفسي مقالا أريد أني أتكلم به في هذا الاجتماع، وهو جاي محضر كلام. قال فلما أردت أن أتكلم أمسك بيدي أبو بكر، اسكت يا عمر. قال وكنت أراعي من أبي بكر حدة. يقول أبو بكر صحيح حبيب ولطيف وأواه وبكاء، لكن إذا جاء وقت الجد ما عنده بكاء وما بكاء. كما أن أبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر كان إذا قام في المحراب يصلي بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم غائب عن الصلاة لمرضه يبكي وينتفض في المحراب، لكن انظر إلى شدته وبطولته وشجاعته وثباته وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا بين يديه ويقوم ويخطب الناس ويصبرهم. المسألة ليست مسألة عواطف، المسألة عقل ورجحان. فمباشرة أبو بكر مسك عمر، اسكت يا عمر. عمر يقول أنا أعرف أبا بكر، إذا جاء وقت الجد جد. قال وكنت أراعي من أبي بكر حدة، يعني عنده نظرة، إذا نظر لي أدري المسألة جد. قال فسكت وكرهت أن أغضبه. قال فتكلم أبو بكر فإذا هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري في الكلام اللي أنا حضرته إلا قالها في بديهته أو قال خيرا منها أو أفضل. ماذا قال أبو بكر؟ اسمع للعقل الذي تكلم بها أبو بكر. الآن الأنصار الذي تكلم منهم يقول وأنتم رغد قليل وجئتم تريدون أن تحكمونا. ما قال أبو بكر نعم نحكمكم ولا إمة من قريش و... لا، أبو بكر عنده أدلة شرعية. والذي يا جماعة يميز أبا بكر، الذي يميز أبا بكر القوة العلمية عنده. لذلك أبو بكر لما قام، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر ورأى عمر ورأى الصحابة مضطربين، ما قام وتكلم بكلام عادي، لا، أعطاهم آية وسكتوا. علم شرعي عنده. فالذي يتكلم بأصول شرعية وعلم شرعي يختلف عن الذي يجمع عبارات وينمق الكلام. اسمع إلى أبي بكر كيف تكلم بعلم بأدلة شرعية. لذلك كان أبو بكر إذا تكلم عند الصحابة يسكتون، لأنه يعطيهم دليل كتاب وسنة فيسكتون عن ذلك. وهكذا طالب العلم إذا كان عنده معلومات شرعية، كما قال عز وجل قل إنما أنذركم بإيش؟ بالوحي. فالأصل أن مادة الإنذار للناس الوحي، الكتاب والسنة. لذلك الذي يحفظ الكتاب والسنة ويستطيع أن يستدل بها لا يستطيع أحد أن يناقشه. أما الشخص الذي يجمع العبارات والكلام وحافظ مثل وقصيدة ومدري إيش من كلام البشر، ليس في قوة من يتكلم بأدلة من الكتاب والسنة نصوص شرعية. قام أبو بكر وأسكت عمر فسكت عمر. فقال أبو بكر تكلم بكلام وأثنى على الأنصار، من ذلك أنه قال رضي الله تعالى عنه لقد علمتم يا معشر الأنصار. الآن أبو بكر يشعر أن الذين أمامي يعني عندهم نوع من الشدة في الكلام وأننا أحق منكم، وأننا ما جاء أبو بكر وقال لا نحن أحق. المسألة ليست هوشة وخصومة، لا، بدأ يثني عليهم ويمدحهم ويذكر فضلهم وخيرهم. فلما بدأ يثني ويمدح التحفز اللي كان عند الأنصار خف وهدأ، بدأوا يستمعون إليه. مثل أنت لما تقول لإنسان أنا ترى صاحب فضل عليك وأنا أعلم منك وأقدر منك وكذا وكذا وكذا، ها فماذا تقول؟ فلم تقل له وأنا أيضا فعلت وفعلت، لا، قلت والله أنا فعلا أعرف أنك صاحب فضل وبيض الله وجهك وما قصرت معي، حقيقة أنا لا أنسى فضلك ولو تعلم بكثرة دعائي لك وذكري لك بالذكر الحسن. لا، هذا الكلام يجعل الشدة التي عنده وذاك الغلظ يذهب عنه. قال أبو بكر لقد علمتم يا معشر الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. أنا أعرف أنكم لكم فضل ولكم مزية. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة حنين لما وزع الغنائم وأعطى بعض مسلمة الفتح ترغيبا لهم في الإسلام وترك الأنصار، بعض الأنصار قال كيف يعطي أقواما وسيوفنا تقطر من دمائهم، ما أسلموا إلا بأيدينا ويعطيهم ويتركنا.
فقال صلى الله عليه وسلم: أم اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار، والله لو سلكت الأنصار شعبا أو واديا وسلك الناس شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم. فأبو بكر يبين الأنصار: أنا أعرف فضلكم. ثم قال: ولقد علمت يا سعد، سعد بن عبادة سيدهم، الآن أنا أعرف أن لكم فضل وحقكم فوق الرأس، لكن لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد تسمع: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجر الناس تبع لفاجرهم، ألم تسمع ذلك يا سعد؟ قال: صدقت، صدقت، أي والله النبي صلى الله عليه وسلم قال قريش ولاة هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يختار الولاة، ليس نحن، الأئمة من قريش. صدقت يا أبا بكر، ولكن نحن الوزراء وأنتم الأمراء، إذن خلاص تصبحون أنتم الأمراء علينا، أنتم فعلا الولاة ونحن الوزراء اللي نساعدكم ونقف معكم. ثم قال أبو بكر أيضا، شوف الأدلة، قال: وسمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكم. المسألة أدلة، ما هو بكلام من عندي. قال: وسمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكم لما قال: أوصي بالأنصار خيرا أن يقبلوا من محسنهم ويتجاوزوا عن مسيئهم. بمن يوصي رسول الله الأنصار؟ يعني لو كان الأئمة من الأنصار كان ما يوصي الأنصار بالأنصار، لكن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتولى أن يوصيه بالإحسان إلى الأنصار، دليل أن الولاية في غيرهم. ثم قال أبو بكر: ويا معشر الأنصار، الآن عمر يسمع العلم اللي يتفجر، والأنصار يسمعون خافضون رؤوس، هذا يتكلم بكتاب وسنة. قال: وسمعتم أن الله تعالى سمانا الصادقين وسماكم بالمفلحين وأمر أن تكونوا مع الصادقين. ثم قال: ألم تسمعوا قول الله للفقراء المهاجرين، اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا الكلام عن المهاجرين. خذ الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، اللي موجودين في المدينة قبل مجيء المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنتم المفلحون ونحن الصادقون. ثم قال: وقد أمر الله المفلحين أن يكونوا مع الصادقين لما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خلاص قفل الأمر عليهم. ثم قال أبو بكر كلمة، يقول عمر: كل كلام أبي بكر أعجبني إلا هالكلمة، هي ليتها ما قالها. ماذا قال أبو بكر؟ أبو بكر من شدة تواضعه وعدم طلبه للأمارة والرئاسة، وأن المسألة ليست حظا للنفس، التفت إليهم وقال بعد ما أعطاهم الأدلة كلها، قال: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، أمسك بيد عمر، أمسك بيد أبي عبيدة، قال: فبايعوا أحدهما، بايع واحد من الاثنين. يقول عمر: ووالله لئن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يقول: اللهم إلا أن تسول لي نفسي شيئا، يعني كيف أتقدم فيهم أبو بكر؟ يقول: ثم قلت: لا، بل نبايعك أنت يا أبا بكر، ومددت يدي وأمسكت يده وقلت: بايعتك على الخلافة. خلاص عمر علق الجرس، فتح الباب. يقول: فمباشرة الأنصار، عمر يهز يد أبي بكر ويقول: بايعتك على الخلافة. فانطلق الأنصار يبايعون أبا بكر، وصارت الخلافة لأبي بكر عند أهل الحل والعقد والرئاسة
والحكمة وكبار الناس. طبعا ليس كل كبار الناس اجتمعوا في هذا المكان، بلا شك أن علي رضي الله تعالى عنه من كبارهم، وأن العباس من كبارهم، وجمع من الصحابة من كبارهم، لكنهم لم يكونوا موجودين في هذا المكان، لكنهم وافقوا بعد ذلك على ما وقع. خرج بعد ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الناس مع عمر مع بقية الصحابة، وجاءوا في المسجد. الآن وقت صلاة، جاءوا في المسجد، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وخطب خطبة بعد عمر، لأن عمر قام وقال، يعني استنصت الناس، جعل الناس يستمعون إلى أبي بكر. قال عمر في الأول، قال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ قالوا بلى. يكلم الأنصار والمهاجرين الآن، لكن يركز على الأنصار لأنهم هم أهل البلد، أهل المدينة. قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، أن يؤم الناس؟ قالوا بلى. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ يعني أيكم يرضى يكون أمير فوق أبي بكر ويكون إمام وأبو بكر وراءه؟ قالوا: والله نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر. فقال: فإن الله تعالى قد اختاره لخلافة رسوله. ثم قام أبو بكر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت فيها راغبا، ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانية. والله عمري ما قلت، حتى وأنا في بيتي قلت: اللهم اجعلني خليفة، والله، ولا سألتها الله في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة، أنا خفت أنكم تفتنون وتختلفون، وما لي في الإمارة من راحة، أدري أني سأتعب في الإمارة، ولكني قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل، ولوددت أن أقوى الناس عليها يكون في مكاني، ودي أن واحد ثاني يأتي مكاني. ثم قال رضي الله عنه في خطبة أخرى، قال: هذا أمركم إليكم، ولوا من أحببتم على ذلك وأكون كأحدكم. قال الناس: بل رضينا بك، رضينا بك قسما وحظا، وأنت ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الله تعالى قال لما ذكره في, في, في خروجهما إلى الهجرة، قال: ثاني اثنين، ما دام واحد راح معناه الثاني موجود، ليس كذلك، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذا خرجهم الذين كفروا، ثاني اثنين، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الواحد الأول خرج، ذهب، مضى إلى ربه، معناها أنك أنت موجود، أنت الثاني. فاجتمع الناس عليه، استبرأ طبعا هو رضي الله تعالى عنه نفوس المسلمين، وطيب نفوسهم بالكلام الحسن ونحو ذلك. هذا، وأشكر لكم استماعكم، جزاكم الله خير وإنصاتكم، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.